ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور نزيه العثماني، نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال في موهبة. يسعد صباحك دكتور نزيه. أهلا دكتور، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا، صباح الإبداع. حياك الله على شاشة الأخبارية. في البداية خبرنا عن أهمية هذه الاتفاقية. نسعى في موهبة إلى تهيئة الشباب والموهوبين لأن يقدموا مشاريع بحثية وابتكارية في مجالات تدعم التنمية المستدامة. الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يقدم الطلاب فيه مشاريع في الطاقة المتجددة، في الذكاء الاصطناعي، في صناعة الهيدروجين، في حماية البيئة، في اكتشاف العلاج لعدد من الأمراض، وكلها مشاريع حقيقة ذات قيمة اقتصادية جيدة وتحتاج إلى من يتبنى يرعاها ويحولها إلى من أفكار إلى مشاريع تحقق قيمة اقتصادية. وهذا الهدف يعني من تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، وهي مهارة متوفرة وقدرة متوفرة لدى منشآت، وسعداء جدا يعني بالتعاون مع منشآت لتوفير هذه الفرصة لأبناء وبناتنا الموهوبين. جيد دكتور، كيف سيكون توفير هذه الفرص من خلال هذه الاتفاقية؟ سيكون هناك إن شاء الله الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 152 مشروع بحثي وابتكاري تم اختيارهم ما بين 103 ألف متقدم من طلاب التعليم العام في المدينة المنورة، وستأتي منشآت تمر على المشاريع كلها وتعطي دورات وورش عمل في تحويل الأفكار إلى شركات تجارية، ومن ثم اختيار الأفكار ذات القيمة الأكثر اقتصادية لتقديم فرص أكثر حضارة بالنسبة لها. ستكون أيضا هناك دورات أيضا لاحتضان المشاريع الريادية الموجودة من الطلاب الذين تخرجوا من برامج موهبة والآن هم في سوق العمل ولديهم أفكار ريادية، أيضا سيتم المناقشة توفير حضانة ورعاية لهم من منشآت ليتمكن هؤلاء الطلاب من تحويل أحلامهم وأفكارهم إلى واقع ذو قيمة اقتصادية في الوطن. هل في مبادرات أو اتفاقيات قادمة نقدر نقول ما بين موهبة وجهات أخرى غير منشآت؟ كثير إن شاء الله، القادم أكثر بحوله تعالى، وهدفنا هو تمكين الموهبة والإبداع لأنهم الرافد الأساس لازدهار البشرية، وهم البنية الأساسية التي ستحقق إن شاء الله رؤية 2030 في تحويل في تخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد. نحتاج ندعم هؤلاء الموهوبين ليخرجوا بمشاريع اقتصادية وابتكارية تخفف من الاعتماد في اقتصادنا على النفط، وتحول ذلك الاعتماد من النفط إلى يعني أفكار إبداعية علمية ذات قيمة اقتصادية في الوطن. فكل ما يحقق هذا الهدف ويدعم هذه المنظومة التي تمكن هؤلاء المبدعين، نعم إن شاء الله سنشاهد العديد من الاتفاقيات في هذا المجال إن شاء الله. نعم، يعني كل التوفيق لكم ولهؤلاء المبدعين الموهوبين باستثمار هذه الاتفاقية. شكرا جزيلا لك الدكتور نزيه العثماني، وأنت نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال أهل الموهبة والإبداع موهبة. شكرا دكتور. شكرا لك، يعطيك العافية.